كوكو كريغلاتي، كوكو زيتونة، شخبارك؟ لاباس عليك؟ ما عرفتوش زيتونة؟ هي هادي أكبر مخنشيلة ديال القفطان. جات البنات يدي شديتها حية كتركل. في حالة ما كنتوش كتعرفوا زيتونة، هي هادي. سمعوا جدا، هذا اشهار بدون اجر، هذا اشهار ببلاش. وانا الحمد زيتونه وكريغلاتي دايرين واحد الجروب باش يشوفوا ما يمكن تخنشيله من المملكه المغربيه. ايوا، وتحنا عيوننا ساهره لا تنام، كنشوفوا شكون اللي معانا وشكون اللي مع غانا. النهاري دارت واحد الروبورتاج على جلاله الملك، الثروه ديال الملك، الاستثمارات ديال الملك. ايوا، هو ينوض واحد الشاشيري من كريغلاتي قال ليها وعلاه يستثمروا الاموال في مثل هذه البرامج. انا غنقرا لكم شنو قال في الجروب اللي دايرين هالسكرين. شيكور قال يعني نط الصباح وشربتوا الحليب. فين هو الحليب؟ عندكم شي حليب؟ مهم نكملوا. شربتوا الحليب، زعما بغا يعقل يقولوا راه عندنا الحليب وراه كنشربوا الحليب. قالوا شربتوا الحليب وشعلتوا البلاطو ولبستوا ماكيتو ومشطوا باش تهضروا على ملك المغرب واش كاسب. وحشومة تقول هذه الناس فرزقهم، واش هاد المستوى المنحط اللي وصلتوا ليه؟ من بعد كيقولوا مراد بينا تقولوا العكس. والله الا الشاشيري دابا هما يهضروا علينا، ومنين نجيو حنا ونقولوا مراد بينا ينوضوا يقولوا لا ما كاش منها. عنوان هذاك الروبورتاج اللي داروا سميتو الملك ذكي على شعبه. ايوا، نسمعوا الشاشيري الثاني هاد المره التسجيل الصوتي، هذا من صوته ابو عد سلوبي. نسمعوا. سي طري طري كراف كيتلحق انسان ما صابتش كاع واش تهضر تروح تهضر لك على لي بيان في ولا لي بيان تاع حنا استفدنا ايه؟ ما فهمتش انا، كنت جيت تحكي لي واش كاسب هذاك واش استفدت؟ ومن بعد تكين ودو الاخرين يعطيك ويقول لك راهم يعطيك فينا خاصك كراف. هنا غترد عليه زيتونه الياس حفيظه البريكي. نسمعوا واش قالت الشيكوره. انا واش بانت لي انهم قاعدين يهضروا، يعني بالعكس راهم ينوضوا في شعبه كونترو بلي راهو كاسب دراهم وراهو يخدم برا وراهو اوم دافير ماهوش مسؤول على دوله. انا جاتني من هاد الزاويه. دابا نتوما هضرتوا على ملك المغرب وعلى الاستثمارات اللي داير باش حنا المغاربه نوضوا ضد ملكنا. هذا هو الهدف خيار. ايوا بصحتو، ملكنا بغى يدير الاستثمارات الله يقوي عليه الخير. ايوا، وانتم فين عندكم الآلة؟ قال ليها راه على وديت المشاهدات، حيت عارفين ان المغرب ملي كتهضر عليه الشاشه راه كدير البوز. وهي تقول له لا، ماشي نسبه مشاهدات. سمعوا حويفيضه شنو قال. حبيت نعطيك معلومة أنه مستحيل أنها حكاية تاع مشاهدات. علاش؟ لأنه أنا عن تجربة، أي قناة نجوز فيها نغلط نقول المغرب تتقص وتتنحى الكلمة هذيك، فهمني؟ معني وي يجوز لنا نمعني ونقولوا الجيران، نقولوا دول أخرى، نقول دول مجاورة. لكن خطرة في الديريكت وقلت المغرب بكل بانيكاو، دونك مستحيل تجوز إيميسيون يهضروا فيها هكا علما لا على رئيس دولة ولا على ملك تاع دولة بدون ما تكون فيها إن أو إحدى أخواتها. قول دابا نتوما ملي كتقولوا كلمة المغرب كيقصوها، ونهار قلتيها بالغلط في المباشر تبانيكاو. هو بالسيف كلمة المغرب كدير لكم لا بانيك يا محينك. نكملوا مع حويفيضة زيتونة. كملي كملي حبيبة، عبري قولي قولي داكشي اللي في قلبك. زيدي الهضرة فابور. لا هادي ماشي يعطيهم سبب يهضروا فينا. نو هما اصلا هضرين هضرينا، هما اصلا ديما اللي يبداو يشعلوا لي بلاطو تاعهم تاع لي تيليفزيون بينا. دونك ماشي يهضروا فيهم ولا هضروا على قفطان ولا ام قادرين يهضروا على ملك تاع دولة. دونك سي با نورمال. امتى لي بلاطو ديال القنوات الرسميه المغربيه دواو عليكم؟ كتديو على القنوات الالكترونيه وعلينا حنايا في الصفحات ديالنا؟
القنوات الرسمية ما جايباش ليكم كاع الخبار. ايوا وانتي يا كبيدة ديالي اللي جالسة كتكوتو في البريفي مع كريغلاتي، علي من كتهضرو على المغاربة وملك المغرب؟ ايوا انتي يا كبيدة ديالي عطيتوني السبة باش نطلعها عليكم. كريغلاتي وزيتونه في داك الجروب راه ما كانوش كيقطعوا غير فينا حنايا، حتى في ولاد بلادهم ما قالوهمش ما خلاوهمش عليهم في التقار. واحد الشيكور الشاشايري فتح واحد المحل ديال الالبسه الرياضيه مسكين وبغى يدير ليه البيبليسيتي، وجاب واحد الدربوكه بغيت نقول واحد الشيكوره صور هو وياها الفيديو الترويجي للمحل. شنو فيها؟ هذا هو الفيديو الترويجي. يا جماعه واش هذا؟ يا ربي الطف بينا وستر على ولاياتنا يا ربي. واش هي هذا؟ حانوت تاع لي سيرفات وما نعرفو شو يدير لابيب بالبنات هكا بهاد الطريقه والراي عم بالكم عليها؟ انا ما راكم دايرين فينا حاله، ما خلينا لهم والو. ما خلينا لهم والو، على بالكم انا وليت نخاف على ولادي، وليت نقول علاه ولدتهم. يا خوتي الرجال ما هم رجال والنساء ما هم نساء، انا ما فهمتش واش راهي هاد الاولاد وهاد الجيل كيفاش راح ينوض. يا ربي استر علينا وسترنا وستر ولادنا. يا ضروري خاصها تجبدنا، هي ما همهاش هذيك الحاله، لا لا لا، همها هو حنايا ملي نشدوهم ونطلعوها عليهم. ما يبقاش فيك الحاله حويفيضه، هو انا مطلعاها عليك، مطلعاها عليك في جميع الاحوال. يلا ها زيتونه خليت لك الراحه انت يا وكريغلاتي. Hasta luego.